السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بغرير بالفينو، كيجي خفيف، يعني طريقة سهلة وبسيطة، وغير بجوج كيسان ديال الفينو كيخرج لينا واحد الكيمياء اللي هي مهمة. كنتمنى تدعموني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق الجميلة ديالكم اللي كتفرحني دائما. وإلا كنتو أول مرة كتزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، فضلا منكم وليس أمرا. هنبدأ معكم إن شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج جوج كيسان ديال الدقيق ديال الفينو، يعني الدقيق ديال الفينو يكون نوعية جيدة. عندي جوج كيسان ديال العنبة، أنا غنعطيكم المقادير مضبوطة إن شاء الله. وعندي ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء، الماء يكون دافي. هاد الكاس عندي كيهز ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبة، باقي غنعبرهم معكم إن شاء الله. وعندي معلقة كبيرة مسوحة ديال الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة ديال الملح، والخميرة يعني ديال الحلوة من فئة 8 غرام غادي نخليها حتى للأخير. صافي، غادي ناخد هنا واحد الإناء غندير فيه الدقيق ديال الفينو، يعني غير تبعوا الطريقة، راه المقادير راها مضبوطة إن شاء الله. غادي ندير الخميرة وغادي ندير الملح، ما تكتروش الملح بزاف، غير نص معلقة صغيرة. صافي، وغادي نضيف الماء، يعني الماء يكون دافي. أنا غنضيف معكم الكيسان باش تشوفوا العبار. هذا الكاس الثاني والكاس الثالث، يعني دائما كنخدم بهاد المقادير هادو، خصوصا دابا يعني مقبلين على شهر رمضان، فهاد البغرير ديال الفينو كيكون خفيف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كينجح 100%. صافي، غادي نخلطهم، من بعد غادي نخلي الخمارة حتى الاخير. انا خلطتهم غير باش كدوب شي شويه الخميره، من بعد غادي نديرهم هنايا في الخلاط الكهربائي. من الاحسن خدموه هنايا في الخلاط الكهربائي احسن من الميكسور. الميكسور ولا البرا ميكسور كيبقى يطير لكم العجين من الاناء اللي كتخدموا فيه، فمن الاحسن خدموه هنايا في الخلاط الكهربائي. صافي، من بعد غادي نبدا نطحن. هنايا راه كطحنوه، هانتوما كتشوفوا راه باقي ثقيل، ولكن راه غادي يولي خفيف. هانتوما ملي كتشوفوا كيدير لينا ديك الفراغ من الداخل، كتعرفوا بان راه القوام ديالو هو هذاك. الا ما درش لكم هادير كتعرفوا بان راه خصكم تزيدوا شي شويه ديال الماء، لان خصوصا على الجوده ديال الدقيق. صافي، راه كطحنوا 20 ثانيه جوج ديال المرات. صافي، من بعد غادي نضيف هاد الخماره هادي، وغادي نعاود نطحن يعني واحد 20 ثانيه اخرى، يعني ثلاثه ديال المرات. صافي، راه كيوجد يعني ماشي شي حاجه كثيره، كيوجد دغيا دغيا. صافي، غادي ناخذ هنايا غنفرغوا في الاناء، انتم كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. تطحن مزيان. صافي، هنايا غادي نغطي عليه غير بيد ما نغسل دوك يعني دوك المواعن اللي خدمت فيهم وداك الخلاط. صافي، وغادي يعني تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق وغادي نرجع صافي غادي نبدا نطيب. انتم كتشوفوا كيفاش ولا، راه خمر لي واحد شويه، يعني كيطلع من طبيعه الحال فيه الخماره ديال الحلوه، راه هي دغيا كتساعد دغيا كيطلع. صافي، غادي نبدا نطيب معكم اول وحده، انتم غتشوفوا اول وحده. حاولوا يعني تاخذوا المقيله اللي بغيتوا، يعني هنايا انا خديت غير مقيله صغيره. الشعله ما تكونش مجهده بزاف في الاول، لاننا درت المقله راه سخنات ليا بزاف. انا راه خليت الفيديو هكذايا غير شويه، ما زدتش ليه السرعه بزاف باش تشوفوا كيفاش يعني البغريره كطيب. يعني هذه راه اول وحده، انتوما كتشوفوا انا غادي نحيدها غير بيدي، الا كتجيكم سخونه حيدوها بشي حاجه. انتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي كله ما شاء الله متقب وكيجي خفيف. غادي نعاود معكم وحده اخرى تشوفوا. يعني هاد البغرير هذا ديال الفينو انا كنفضو من الاحسن، يعني خصوصا في افطار ديال رمضان، يعني كيكون يعني بزاف ديال المأكولات ما شاء الله على المائدة المغربية دائما معروفة بالاطباق كثيرة.
فمره مره نتناولوا البغرير، يعني نديروه بالفينو كيجي خفيف من الاحسن. هانتوما كتشوفوا حتى هي البغريره الثانيه حتى هي كيفاش جات، راه بغرير حتى هو مره كيصدق مره ما كيصدقش، راه واخا كديروا نفس المقادير سبحان الله، مره مره كيجي مزيان مره ما كيجيش مزيان. كنتمنى ان شاء الله غير تبعوا المقادير، راه كيجي رائع وكيجي خفيف. انا هنايا كندير واحد المنديل في البلاطو وكننسته في البغريرات ديالي، انتوما دوك الجوج الاولانيين اللي طيبت. غادي نستمر ان شاء الله حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي، راه كتعطي واحد الكميه اللي هي مهمه بالنسبه لهاد المقيله اللي عندي انا، راه عطاتني كتعطيني تقريبا 12 13 بغريره على حسب، بغيتي ديريها شويه غليظ بغيتي ديريها رقيق. صافي هذه اخر وحده، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، كتولي واحد البغريره اللي هي شفافه كيجي رائع. صافي هذه اخر وحده غادي نحيدها، هانتوما غنزيد لها غير شويه ديال الطياب، مازال واحد الشويه تنشف غير لي واحد الشويه ونحيدها. هانتوما من بعد ما طابت شفتوا كيفاش كتجي، دايره اخر وحده جات رقيقه وجات رائعه كلها متقبه ما شاء الله. صافي غادي ندير غير نديرهم في الطبق ديال التقديم. هانتوما شو كيفاش جا بغرير، كنتمنى ان شاء الله تجربوه، يعني راه كيخرج واحد الكميه اللي هي مهمه، يعني خصوصا على حسب المقيله اللي درتو واش الحجم ديالها كبير او لا صغير. يعني جوج ديال الكيسان ديال الفينو راهم كافيين، يعني الواحد واخا يديرو حتى يقرب الاذان واحد هكايا واحد نص ساعه ويوجدو كيتقدمو سخون هكذايا مع العسل او لا مع الزيت بلديه او لا الزبده بلديه، عفوا زيت العود او لا الزبده بلديه. صافي انا درتو غير مع شويه ديال العسل، انتوما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رطب وخفيف، راه السر ديالو ديال البغرير ديال الفينو كيجي رطب، وحتى منين يعني منين كنتناولوه راه ما كيجيناش متقل، يعني كيجي خفيف ما شاء الله. كنتمنى الطريقه تعجبكم، ما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما، والا كنتوما مشتركينش اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، فضلا منكم وليس امرا. شكرا لكم ومع السلامة.